من أساس النظام التوجيهي لازم يصير عليه تغيير. يعني الطالب بيتعرض ل هو وأهله بيتعرضوا لضغط نفسي، احنا مرينا مع أولادنا بهذه المرحلة، ضغط نفسي بالسنوات السابقة بيكون عندك امتحان فيرست وميد وفاينل وكذا، بيكون مريحية. بيختلف اختلاف كل النظام يوم، يعني خلينا نحكي مرحلة التوجيهي، بقرا الطالب طول السنة عشان يقدم بساعة واحدة خلينا نحكي كتابين، ما بتعرف راسه بوجعه، ما بتعرف عنده ظرف معين، وبالتالي هذا الظرف. فبالنسبة للأسئلة، الجانب الآخر من السؤال، بالنسبة للأسئلة اللي قدموها أو خلينا نحكي اللي بيقدموها الوزارة، يعني احنا بنتفاجئ انه رغم انه في فلترة وفي كذا وفي لجان انهم يحطوا الأسئلة، نتفاجئ انه في أسئلة خلينا نحكي غير مدروسة أو خلينا نحكي تعجيزية. وسلامتك، أنا بتوقع إنه الوزارة يعني هي بتقدم اللي عليها، وبيكون في أخطاء معينة وحاولت، أنا بتوقع إنها الموضوع مش موضوع إنه النجاح اللي صار بالأخير، موضوع الكيمياء الموضوع ما صار في إنه النجاح يعني فعليا إنه الطلاب فعلا نجحوا، لا، اللي صار إنه داركت وزارة التربية والتعليم الأخطاء اللي صارت بالامتحان من خلال رفع العلامات وتنجيح عدد كبير منهم، والله أعلم. اللي ما أدارت هذا الجمع الغفير من طلاب التوجيه، من حيث التنظيم، من حيث الإدارة، من حيث أن الأسئلة هي رسالة تعليمية بالدرجة الأولى بتأهلك أنك تنتقل لمرحلة تعليمية أعلى، مش تعجيزية وفخة ومطب للطالب. فلذلك كان يتوجب على الحكومة التعامل مع هذا الحدث بطريقة إدارية أكثر إنتاجية من حيث الطالب، لأنه بالنتيجة هذا أنت رأس مالك الطلاب. يعني اليوم انت تستثمر فيه بالتوجيهي، بكره بتربح فيه بمجالات التعليم المختلفه، بتربحه مهندس، بتربحه طبيب، بتربحه عالم، فانت بتستثمر فيه، مش بتستثمر بالرسوم وبالكتب وبالاشياء اللي بتوزعها على المكتبات حتى يتم التجاره بالطالب. فاحنا بندعو الحكومه انها تستثمر بالطالب، وهذا ما لدينا ولدى الجمع غفير من الناس. يعني نشترك مع آخرين بأنه الحكومة قصرت ودارت الأمور بطريقة سيئة، ووزير التربية نفسه سبق استقال على أثر حوادث وغرق طلاب بالسيول. الأمور عم نسمعها من الطلبة، يعني كانت كله عم بطلع بيحكي الأمور صعبة والإجراءات مش سهلة وأسئلة خارج المنهج، فيعني الرأي العام. لكن احنا بنشوف ردود فعل الطلبة هاي المرة أنه الامتحانات كانت درجة عالية من الصعوبة، عشان هيك لازم الوزارة تتابع وتشوف وتدقق أيضا نتائج الثانوي العامة بما هو في مصلحة الطالب. تعليقا على امتحان الكيمياء، احنا بنشوف نتائج التصحيح انها كانت جيدة، فما بعرف هل الطلبة بالغوا في انه الامتحان كان على درجة عالية من الصعوبة او كان فعلا الامتحان على درجة عالية جدا من الصعوبة. بنترك الموضوع لغاية إعلان النتائج وبنشوف كيف نتائج الطلاب على أرض الواقع. أنا والله سمعت آخر فترة إنه في صعوبة بالامتحانات، فأتوقع يعني دائما إنه وزارة التربية والتعليم إلا ما يكون عندها جانب من التقصير، أتوقع نعم فيه يعني، وفي حتى يعني أغلب الطلاب اشتكوا إنه ما في موازنة بين يعني الفروق، مراعاة الفروقات بين الطلبة. أنا محبط زي أهالي أغلب الأهالي الذين شاهدناهم خلال يومين الماضيين، محبط من الإجراءات التي تمت من خلال وزارة التربية والتعليم وخاصة أوراق الامتحانات. حقيقة الكل محبط، الكل ينادي الآن، أنا أتكلم الآن كمحامي من خلال مشاهدتي وكمراقب أيضا على الساحة الأردنية، هناك إحباط كامل لدى الأهالي للأسف الشديد مما يجري. حتى بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم يوم الخميس كان أسلوبهم تنمري، كان أسلوبهم غير مقنع للمشاهدين، وبالتالي أنا أنادي بمحاسبة من وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته إلى أدنى شخص مسؤول عن أوراق الامتحانات التوجيهي. حقيقة أغلب الأهالي محبطين وهناك يأس عام، ونحن شاهدنا ذلك من خلال كافة المحطات وأيضا من محطتكم العزيزة والغالية، شاهدنا ردود الفعل للمواطنين وخاصة الطلبة وأهالي الطلبة بخصوص الامتحانات التي مرت. للأسف الشديد كان هناك إحباط شديد لكل من له ابن توجيهي بغض النظر علمي أدبي أو أي مستوى في المستوى التعليمي. كل الاحترام لهذه المحطة التي أعتز وأفتخر بها. والله لا أعتقد أنها تم إدارة ملف امتحانات توجيهي الثانوية العامة بكفاءة عالية، أتوقع
لأن ما في مختصين لإدارة هذا الملف. لا ما في، ما في، لأنه كل مدير بيعمل الامتحان حسب يعني صدور قرارات كل سنة، صدور قرار بختص التوجيهي، كل سنة قرار خاص بالتوجيهي.